سر رقم 1111 الذي ذكره يحيى السنوار خلال لقائه عباس كامل مدير المخابرات المصرية. عاصفة من الجدل والترقب سادت في فلسطين ومصر خلال الساعات الماضية عقب إطلاق رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تصريحاً بشأن الرقم 1111، وذلك في ختام زيارة مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل لقطاع غزة. وفتح رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار باب التكهنات عقب دعوته للتركيز على الرقم 1111 الذي قال عنه: سجلوه على المقاومة وعلى كتائب القسام. وقال سنوار في وقت لاحق: ستعرفون ماهيته وتفاصيله، سجلوا الرقم علينا وعلى المقاومة، سجلوه على المقاومة وعلى كتائب القسام. وتنوعت تأويلات الشارع الفلسطيني في تفسير حديث القيادي في حماس، لكنها ذهبت في أغلبها بإطار تدليلها على قرب عقد صفقة تبادل أسرى قريبة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. وقدرت مصادر إسرائيلية أن الرقم يشير إلى عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم صفقة تبادل محتملة مع إسرائيل، مشيرة إلى أنه من الصعب تحقيقه. وذكر المحلل العسكري الإسرائيلي رون بيني شاي أن إعلان السنوار لم يحمل جديدا، إذ أشار زعيم حماس إلى أنه مستعد لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل. ويجرى الحديث عن 4 إسرائيليين من بينهم جنديان، يبدو أن الحديث يجري عن رفاتهم مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل. ولفت إلى أن حماس كانت مستعدة منذ عملية الجرف الصادم عام 2014 لصفقة من هذا النوع، لكن المطالب التي وضعتها الحركة لم تقبلها إسرائيل. وقبل 5 أشهر يقول بن يشاي: حين كانت حماس في أزمة على خلفية جائحة كورونا، إنها أبدت مواقف أقل حدة، ووقتها وجدت مصادر إسرائيلية فرصة للحديث عن صفقة بوساطة مصرية كانت ستشمل مئات الأسرى الفلسطينيين أيضا. وبحسب المحلل الإسرائيلي، أصر سنوار وقتها على أن تتم الصفقة الجديدة على مرحلتين، الأولى تشمل إطلاق سراح الأسرى كبار السن والمرضى والسيدات مقابل معلومات حول مصير الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، فيما تشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من بينهم أسرى تقول إسرائيل إنهم تورطوا في قتل إسرائيليين، ومن ثم فشلت هذه الصفقة. ونوه إلى أن السنوار الذي أعلن استعداده لصفقة تبادل أطلق رقما في الهواء وقال: سجلوا الرقم علينا وعلى المقاومة، ستذكرون رقم 1111، مضيفا أن هذا الرقم ليس بالصدفة، إذ يريد السنوار إطلاق سراح المزيد من الأسرى ممن تعتبرهم إسرائيل إرهابيين، أكثر حتى من أولئك الذين تم إطلاق سراحهم إبان صفقة الجندي جلعاد شليط، وبلغ العدد وقتها 1027. وذكرت مصادر أمنية إسرائيلية تحدث معها بني شاي كما يقول إنه يمكن فهم أنه لا توجد فرصة لأن توافق حكومة إسرائيل على الطلب الجديد الذي حدده السنوار، مضيفا: يبدو أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تعتقد أن السنوار أقنع نفسه أنه انتصر في عملية حرس الأسوار، لذا فقد رفع سقف المطالب. ونفذ الاحتلال حملة اعتقالات مع تصاعد المواجهات منذ شهر أبريل الماضي حتى تاريخ 26 من مايو 2021، ووصل عدد حالات الاعتقال في أنحاء فلسطين لأكثر من 2650 حالة اعتقال، بينهم نساء وأطفال وجرحى. وكان ملف تبادل الأسرى الأبرز خلال مباحثات مدير المخابرات العامة المصري عباس كامل مع كل من المسؤولين الإسرائيليين وقادة حماس. وتمت في أكتوبر عام 2011 صفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، كان السنوار أحد من أطلق سراحهم فيها، وبموجب هذه الصفقة أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط الذي أسرته المقاومة في غزة عام 2006.